بنحيي كل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وسعاده وفي امان. النادي الاهلي بيجهز بديل لمعلول، مش معنى كده ان معلول ماشي او راح، لا، ده عشان يبقى بديل جاهز لمعلول لو لا قدر الله اصيب معلول او اخد انذار واتوقف او يكون مثلا اجهد في مباراه، فعندنا لاعب فز وجاهز النادي الاهلي تعاقد معاه بالفعل. احنا هنطلع ونسمع الفقره الاولى الخاصة بمين بديل معلول اللي النادي الاهلي خلاص تعاقد معاه شبه رسميا او بشكل نهائي، وكمان ان النادي الاهلي جه عرض للاعب من لعيبة النادي الاهلي، مش هقول لكم مين بس هنعرف في وقته من مصدره، بس خليكم معانا ما تروحوش في اي مكان. العرض البلجيكي ده هيبقى انقاذ للاعب من النادي الاهلي او من جماهير النادي الاهلي او من موسيماني على حسب وصف اللاعب نفسه. طيب تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الخبر الاول الخاص بتعاقد النادي الاهلي مع بديل معلول او احتياطي معلول او اللاعب اللي بيلعب في مركز معلول، ونطلع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناه تقارير الاهلاوي على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف اول فقراتنا ونرجع نكمل مع بعض. يلا بينا. الاهلي هيدخل ميركاتو الشتاء اللي جاي بحثا عن ظهير ايسر. محمود وحيد مع فتره الانتقالات الشتويه وحسب موقفه من التجنيد احتماليه بقائه في النادي الاهلي بتقل الى حد كبير، وبالتالي هيبقى في علي معلول موجود. طيب مين كمان مع علي معلول؟ انت عندك ايمن اشرف بيتم توظيفه طول الوقت، هو اصلا باك ليفت لكن بيتم توظيفه طول الوقت كسيرد باك. وبالتالي الاهلي هيبقى داخل حاطط عينه على انه لازم يكون في حد على انه يبقى في حد موجود في ناحيه الشمال. فالاهلي بيفكر في مين؟ بيفكر في محمد حمدي من بيراميدز، وطبعا احمد نبيل كوكا برضه بيلعب ناحيه الشمال. فالاهلي هيبقى داخل حاطط عينه على حد علشان لا قدر الله حصل اي حاجه لعلي معلول. الموسم طويل طويل الكروي، واحنا بنتكلم على يناير اللي جاي ده فتره الانتقالات الشتويه، وبنتكلم كمان عن انه النادي الاهلي عنده ارتباطات كتيره جدا جدا، فاكيد محتاج جبهه شمال قويه تعزز بقائه في كل البطولات ومشاركته في كل البطولات. الاهلي داخل حاط عينه على مين؟ حاط عينه على محمد حمدي. بالمناسبه احنا كان باك شمال بيراميدز، بالمناسبه احنا كنا اتكلمنا مع حضراتكم في الموضوع ده يمكن من سبتمبر الماضي في حلقه 5 سبتمبر، وعززت الخبر ده ايضا زميلتنا العزيزه ريهام حمدي في فقره معلوماتي الاسبوع الماضي يوم الاثنين اللي فات، لما قالت انه الاهلي فعلا بيفكر وبيشد في باك شمال، واقرب واحد محطوط عليه العين هو محمد حمدي. الاهلي هيبقى داخل وحط عينه على كده، ما لقاش اللي هو عايزه، هو هيبتدي زي ما بقول لك كده يبتدي يفكر في المجموعه اللي موجوده عنده في الفريق. يعني السوبر الافريقي قد يعدل للنادي الاهلي الخريطه بتاعته. الاهلي داخل المعسكر في ديسمبر بمشيئه الله هيبقى في الامارات يوم 7 يوم 8، هيستمر من 10 ل 15 يوم. احتماليه انه مباراه السوبر الافريقي تتلعب في قطر في الفتره 24 25 26 في هذا التوقيت يعني هتخلي النادي الاهلي هيخرج من الامارات من معسكر الامارات مباشره الى الدوحه للتواجد في السوبر الافريقي، المشاركه الافريقيه، فده قد يعدل من الامور. لابراهيم فايق ان النادي الاهلي تعاقد بالفعل وخط توقيع محمد حمدي لاعب نادي بيراميدز، ونادي بيراميدز عمل جلسه مع اللاعب واللاعب رفض التوقيع لنادي بيراميدز عشان يروح النادي الاهلي وهو اصلا من ناشئي النادي الاهلي، فده كان قرار موسيماني واختيار موسيماني من الاول ان النادي الاهلي يتعاقد مع اللاعب ده بالتحديد. هنيجي بقى للجزء الثاني والخاص ب العرض البلجيكي اللي جه للاعب المنحوس، يعني المنحوس اللعيبه بتقول عليه منحوس، الجماهير بتقول عليه منحوس، هو عنده قدرات فنيه كويسه ولكن في سخط جماهيري عليه. فتعالوا نطلع ونشوف مين اللاعب ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا.
لسه مكملين مع اخبار النادي الاهلي وطاهر محمد طاهر، واحد اكيد من اللعيبه اللي اصبح عليهم كلام كتير جدا خلال الايام اللي فاتت دي، وده بسبب خروجه من حسابات فيكس موسيماني وعدم تواجده سواء في التشكيل الاساسي او حتى على دكه البدلاء. وبرغم جلسه موسيماني مع اللاعب وان هو متمسك بيه وياخد فرصه خلال الفتره اللي جايه دي، لكن وكيل طاهر محمد طاهر بدا ان هو يدور ليه عن عروض احتراف خلال فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه. وبالفعل وكيل طاهر محمد طاهر جاب لي عرض من احد الانديه البلجيكيه، وبالفعل تم عرض الامر على الكابتن سيد عبد الحفيظ، واللي طلب احضار عرض رسمي لاداره النادي الاهلي عشان يتم حسم الامر بشكل نهائي سواء بالقبول او حتى بالرفض. محمد طاهر بيصادفه سوء حظ وسوء بخت رهيب. اللاعب ده جيد، تحركاته جيده، ولكن في حاجه ناقصه، مشتت الفكر، عنده حاله من حالات يعني كده ايه، عدم التوفيق الدائم. في مره انا كتبت بوست على الفيس قلت يا ريت كلنا ندعم طاهر عشان يرجع لمستواه، فالناس تهكمت على كلامي قالوا لي فين مستواه ده من ساعه ما جه ومالوش مستوى. النادي الاهلي يعني افتقد كثيرا في مكانه، يعني اللاعب ده يعني خد فرص كتير وما اجتش وما حققش. يعني ممكن هو شايف ان هو مشتت التفكير او مشتت الذهن، مش قادر يركز لكثره اللعيبه في مركزه، فهو عايز يثبت نفسه باي طريقه، بيتسرع في انهاء الهجمات، بيتسرع في ان هو يسدد بشكل جيد. ولكن هو طار عمل حاجات كويسه، جاب لنا ضربات جزاء، جاب لنا يعني كور مؤثره، كل ده الجماهير بتبقى مش بصاله على قد ان انت تبقى لاعب ايجابي على المرمى. ما ينفعش تضيع 20 جون وتجيب منهم هدف واحد، ما ينفعش، لازم تبقى بشكل ايجابي. يعني على المرمى بتجيب من ربع فرصه، من ثمن فرصه، من اقل فرصه. فاللي انا عايز اقوله ان العرض البلجيكي ده هيبقى النادي الاهلي هيوافق عليه بشكل رسمي لو اللاعب يعني العائد بتاعه هيبقى كويس، مش لازم يبقى توب، يبقى كويس بيتماشى مع العقد اللي اخده النادي الاهلي او اللاعب مضام على النادي الاهلي. لو هيطلع اعاره هيبقى يطلع اعاره موسم او اتنين، ولكن هو موسيماني خلاص مش عايزه. موسيماني يعني هو مخرجه من حساباته، حتى لو بيحطه في قائمه الفريق لو هيلعب في الدوري او هيلعب في مباراه وديه، كل ده مش مشكله، ولكن المشكله الاساسيه ان موسيماني شايف ان اللاعب اخذ فرص كتير وما حققش حاجه مع النادي الاهلي، وفي سخط جماهيري عليه. فالفتره اللي جايه اذا كان النادي الاهلي هيتعاقد مع محمد حمدي، دي صفقه جيده وصفقه ممتازه، وهو احد ناشئي النادي الاهلي، وبالاضافه ان طاهر محمد طاهر يخرج سواء للاعاره او البيع النهائي لبلجيكا، فده كويس للاعب وكويس للنادي وكويس للجماهير اللي بتسخط على اللاعب ومخليه اللاعب خارج تركيزه. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناه الاهلاوي على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.